اليوم كانت واجدوا في نهائي ميس اند ميستر جولد 2021، غادي يكون احتفال بملكة جمال وملك جمال او ملك وسامة الى بغينا نقولوا بين قوسين في الرجال، بحضور عدد كبير ديال الفنانين، كذلك بحضور عدد ديال مصممي الازياء اللي غادي يعملوا عروض ازياء الإبداعاتهم، وحضور مجموعة من الضيوف، وحضور وازن كذلك الإعلاميين اللي كنشكرهم على المواكبة. هو عتاب في غير محله، لأنه إلا بغينا نتكلموا بصدق، الفنانين اللي تكلموا يمكن مازال ما كانتش وصلهم الدور ديالهم انهم يدوزوا معنا في النجوم الاولى، ولكن النجوم الاولى كانت سباقه لاستضافه فنانين اللي عمرهم ما دازوا في التلفزيون، فنانين اللي كانوا تنساو، فنانين اللي كانوا تهمشوا، فنانين اللي لقاو راحتهم في النجوم الاولى. شخصيا كنت كنفتخر وكنعتز انه عدد كبير ديال الفنانين كيقول لي مريم كنجيو النجوم الاولى لانه كنرتاحوا كنحسوا بالبلاطو دارنا. اي فنان عاتب النجوم الاولى فهو فقط ما كانش وصل الدور ديالو انه يدوز معنا في البرنامج وصافي. شنو كتقول مريم لانه زعما كاينه العلاقه ديالها والزوج ديالها، داكشي علاش هي دائما حاضره في البرنامج ديالها؟ الزوج ديالي هو موظف ديال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية، هو موظف عادي في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية. الزوج ديالي ما عندوش سلطة، الزوج ديالي ماشي مدير، الزوج ديالي ما عندوش اليد أنه يلزمني أو يفرضني على الإدارة. الإدارة ديال الشركة الوطنية في الوقت اللي دخلت أنا النجوم الأولى كان على رأس المديرية المركزية السيد العالمي الخلوقي، ودائما على رأس الشركة الوطنية إدارة التلفزيون المغربية السيد فيصل العريشي. هادو جوج ديال الناس ما كنظنش أنه السعودي كيحكم فيهم باش يقول لهم مرتي غادي تخدم بزمنكم. هو كان ضد أنه نشتغل معاه لأنه شاف أنه مجموعة ديال التجارب ديال الأزواج اللي اشتغلوا مع بعضهم كانت فاشلة، فهو خاف من فشل التجربة ورفض أنه نشتغل معاه، لكن الإدارة هي اللي فرضتني أنه نشتغل معاه. فما كنظنش أنه السعودي غادي يكون عنده زعما هاد السلطة أنه يفرض مريم على التقديم، وإلا كانت غتكون عنده السلطة أنه يفرض البرنامج ديالو يبقى في لونتين ليومنا هذا، وكانت عنده السلطة أنه يفرض البرنامج ديالو يبقى 24 ساعة في لونتين ما يتحيدش. شكرا لك، الله يكرمك. لا خطيك، شكرا. عرفنا مؤخرا هذيك الموجه ديال نرجس الحلاق مع الزوج ديالها مهدي فنان، ومؤخرا احتفلت بالعقيقه ديال الفتاه بتنظيم ديال مجموعه الفنانين منهم سعيده شرف وجواد خنانه. شنو كتقولي نرجس اليوم ومهدي فنان؟ اللي غادي نقول لهم الله يحفظ لكم بنيتكم، الله يخليها لكم، الله يفرحكم بها، تشوفوها كيف كتمناو. لا المهدي ولا الحاج فلان، الحاج حسن كيقول لك فنا راها بنتي، كنقول لي الحاج حسن الله يحفظها لك، الله يخليها لك، وحتى انت الله يخليك للساحه الفنيه والله يخليك لينا كاملين. كنبغي نقول لهم توحشتكم بزاف، كنبغي نقول لهم غادي نتلاقاو قريب ان شاء الله، وكنبغي نقول لهم الهلا يخطيكم عليا لانه مازالين دائما على تواصل مستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.